اليوم احنا نحتاج الى تغيير يا استاذ علي. جي. انا ما اجي افرض على الشعب العراقي ذات الوجود. اقول لك بدايه التغيير انتخابات. هسه ما يخالف، هسه انا الاخ العزيز دكتور مجاشع قال تغيير جذري، انا ما اريد تغيير جذري، لكن اريد افرز من لديه انجازات حقيقيه. هناك ظلم، الاعلام احيانا الاعلام يظلم شخصيات انجزت فعلا وقدمت ما قدمت للشعب العراقي. هسه مثلا عندما خرج الان اسمح لي يعني ما هو ما تراه انجاز يراه اخفاق والعكس. هسه احنا ما عندنا اخفاق الحمد لله. هسه اذا تحكي بالماليه دولة القانون يشوفون نفسهم انجاز، انت تشوفه ما له علاقه. هسه منو كان وزير ماليه في حكومه السيد المالكي الاولى؟ باقر جابر الزبيدي. الرجل استثنائي كان، وكان فعلا هو من يعني ساهم بتصفير ديون العراق الخارجيه اللي قيمتها اكثر من 90 مليار، هي 140 مليار دولار، وسعى يعني بمجهود فردي، وايضا يعني كان حتى سما الطالباني مجد الشعب، لان كان جدا يتاثر ويعمل على تصفير هذه الديون. حتى عندما كان نائب كان يحاسب اي مسؤول، يحاسب رئيس مجلس وزراء، يحاسب اي وزير، يعني كان اكو حراك داخل البرلمان، هذا افتقدناه مع الاسف. لذلك احنا ايش نحتاج؟ نحتاج الى مصداقيه امام الشعب العراقي. انا ما اجي اليوم اقول مع جل احترامي لائتلاف دولة القانون، اقول هسه انا عندي اصلاح او يعني برنامج اصلاحي. هم المواطن راح يقول لي وين كنت انا بالدوره الاولى والدوره الثانيه؟ الدوره الاولى اوكي اشار لها بالبنان حكومه الصقور، لكن الثانيه اكو وايد مشكلات. هسه انا اجي اردبع العصبي عجله السيد السوداني، يجوز انجز. حتى اختم، المستقبل القريب شلون تشوفه؟ تستمر حكومة السوداني لو لا رايحين الانتخابات؟ لا تستمر، ماكو شيء اسمه انتخابات. تستمر بهدوء الأوضاع الحالية إذا اتفق الجميع قادة الكتل السياسية، وأكو مشكلة إذا نحكي بكل المكونات، من الممكن أن تكون هناك انتخابات مبكرة قبل الشهر العاشر سنة الجاية، بشهرين بثلاثة، لكن ما نتحدث عن نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، لا مستحيل فنيا لوجستيا.